صراحة طول الليل ما بقطع من نومي يا ولدي خالد، طول الليل وهو لدحة وصراخ، حتى أحسه مطبج ولا عبر تحكي. قمت أنا قاعد أخو ناصر، خذينا ورحنا المجمع. يوم وصلنا هناك ولا أنا من التدودة نسيت الكرت في البيت، ورحنا المجمع. يوم وصلنا هناك كان هذا اللي واقف عند الباب كان يقول ردي البيت، هي بالكرت يلا دخلت. مرت علي كان كفختي وعيل يوم بشير خليته، والله قلت له دق اللي دق دماغك، وكان ادزه وادرعم على الطبيب. عاد دريت الطبيب ايش قال؟ يقول عقب ما طالعه وكشف عليه كشاف زين، كان يقول لو مو جايبين ولدكم كان مات. صفه والله زين سويتي فيهم، هذا الميت فيهم عنه وكبده، هذا الما دبوس مو هما الناموس. اي والله يا اختي كله شفتي الحمد لله عاد ربي ما يقصر. اي والله، اي والله ما يقصر. حياكم الله يا هلا ويا شلونك؟ طيبة الله يسلمك. بغيتي شلونك بشير؟ الحمد لله بخير. اقول الحين ما تقولي ايش حق تقولي لها كبخ الريال؟ والله عليك هذه سالفة هذه؟ وانا صاجة الحين ونشوف ولدها متكلف لازم يدخله. وش حق طق الريال؟ الحين الريال ما عليه الله يسلمكم هذا اللي يقولوا له الكاتب. اشرها مو عليه واشرها على المسؤولين اللي حاطينه. المسؤولين ايش عليهم؟ المسؤولين بروحهم مساكين على امر يا يعني. لا بالله مش كذاب وستين كذاب. لا بالله ما دام يشوفون حالات كذي لازم يدخلونهم. لا كذاب وستين كذاب. اختي ترى فوق الكلمه عشر هذا ما تدرون فيها. اختي راعون النظام. سكتوا سكتوا. يا اختي ما شويه طعبتي شويه وزينه. بعد كبدي من زمان عقبال عليها. ساكنة كلفنا عشمناك. انا اليوم اللي اشوفها فيه يوم عيد. يا هلا ويا مرحبا حياك الله. الله يحييك. كلفناك اليوم يا منى. لا وش اللي واقع؟ كلفة يا حافظ. حكيت عن نفسك. احنا ضيوف احنا خواتك. الله يخليك لنا يا منى. الله يحييك. تقربوا يا حافظ. تقربوا ابو بشر. ايش حق قعد هذه كلها؟ اقول لك كل معنى ايه حطت لنا هالشكل، ايش حق قعدت؟ حياكم الله يا هلا ويا مرحبا. الله يحييك. بوجودك يا مناصر. الله يسلمك. وش تسوين؟ حسبي الله عليك. والله زين سوي خلت اخذ هذه والله. ليه يا ابني؟ بالعدال بالعدال الحين انت تقول كل هذا كله. يا اختي بودي حق ولدي حمد. اقول تذكر فيني عن حمد ما تقوليش حق ولدك دهره يا ولد ولدي في شارع ويطقه؟ والله عليك هذه سالفه هذه؟ اي والله انت ما عندك سالفه، مو بس ولدك كل العيال فيك كذي. اي كل العيال فيك، شوفي ولدك ذيك المره ياود ولدي وقاعد يطق فيه، عاد انا قلت لك الحين قدام كلهم، شوفي اما تأذين ولدك عيوني ولا انا عارفه اسوي فيه، ياود الله عن خير امسكه. وكان الاهل يطلعون يحاكوني. زين الله يعافيك، انت ما تركضين الا على ولدك. زين الله يهديك. بس اي بنت ما تنفذ. انا عارفه. دارهم مثل قرعه صلب وفي تاقدون. انت يا بنت مناصر عندي ستار. يا هلا ويا مرحبا. حياكم الله. الله يحييك. ويا حب تقربش على والله يا شاطر كذا بعد ما لقيت انا بدل ما اني عايزتك. لا لا صبر صبر صبر. صباح الخير. عليكم السلام. وين طلعت؟ الحين انت جاي وفي منطريها. ويا حلوها. شو اسمك يما؟ شو اسمك؟ انت شكو فيني؟ او انت من فين تقول؟ يا حافظ ايش دعوة ايش هالناس تبيعينها؟ اقول لك ناصر تبيك هذا تبيك هذه صورة هذه تبيك هذه اللي يحطونها بالدكان يلبسونها الفلوس ما ادري ايش يقولون ايش تبين يما؟ اقول تقول امي اعطينا شويه هيل. هيل؟ والله روحي قولي حق امك ما عندي الا هيل وتعالي مره ثانيه روحي يا بنتي. قولي السلام عليكم لكن عاد شرها مو عليك على الربات. يا يوم نقد من قوي ابي هيل. اقول لك يوم شرها قال السلام عليكم. ما شفت فيها شيء.